على بركة الله عند هنوية يدينا دائما بزيت الزيتون، باش ان شاء الله اليدنا ان شاء الله توصل واحد توصل لواحد الحركة دافئة او ميساج يوصل الجسم، يعني الجسم مع الجسم باذن الله. طريقة سهلة باش كنهزو الرحم، طريقة سهلة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بزاف النصائح وواحد الآلة العجيبة اللي غتشوفوها معايا على بركة الله. حنا خصنا نهبطوا لتحت، ولكن لا داعي لاننا نهبطوا لتحت، المهم راكم نتوما عارفين خصني نجي من هنا على بركة الله بحال هكا، بحال غادي بحال هكا، بحال غنجمع الماء ونجي بحال هكا على بركة الله، ما نضغطش وما نخففش. نبدا من هنا للفوق بحال هكا، ونحط يدي من هنا ونجي لهاد البلاصه ونهز بحال هكا، وانا كندير بحال هكا. هنايا 5 دقائق، وهنا 5 دقائق، وهنا 5 دقائق، نبداو من الوسط وانا كندير بحال هكا، ندير بحال هكا. زوينه هذه، كترفع الرحم على النبوله وكتجمع الرحم باذن الله. عطيتكم بزاف الحركات اللي غتهنيكم، اللي عجبكم كلشي ان شاء الله هادشي زويون. كاين تدليك القدمين، وكاين تدليك الساقين، وكاين القديره، وكاين كؤوس، وكاين الاله العجيبه اللي غتشوفوها معايا. نبدا هنا 5 دقائق ان شاء الله، من بعد صافي كنبدا بحال هكا من تحت. من هنا انا غير فقط للشرح، من هنا وانتم غاليه 5 دقائق هنا، 5 دقائق هنا، 5 دقائق هنا. عاد من بعد الا كان الالم حار بزاف الانسان ما تيقدرش يوقف، كنديروا من اسفل الظهر حتى هو مساج، يعني عادي بحال هكا مساج. حتى لا بقول لفتي عليه، معليش القديره حتى هي كنديروا القديره روعه، هي العلاج الامن. والقديره او الطين تيقراه الجسم في منافع بزاف، اولا تيخرج البرد من الجسم، وثاني تيجمع اللحم، تيجمع حتى الضلوع الا كان مراد. المهم خليكم معايا ما تمشوا فين، ان شاء الله تتمه الفيديو شيق باذن الله. اهلا وسهلا بنات خالتي ولاد خالتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. الاله العجيبه اللي غنشاركها معكم روعه روعه باذن الله، مساج للجميع، مساج للجميع. انتم راه كتلصق هذه ان شاء الله غنخدموا بها الوالده كريشه، مساج للجميع. بزاف النساء ما توفروش على او ما تحصلوش على القديره. القديره خصكم تعرفوا المنافع ديالها، ندهنوا قبل ونهضروا بزيت الزيتون. هاد العمليه هذه غنديروها هنا، ما غنديروهاش هنا بحول الله، هنا اسفل ديال البلاصه اللي كنرفعوا فيها الوالده. بسم الله على بركه الله، مساج خفيف دائما. الطريقه باش ترفعوا الرحم وهي من اعلى الأسفل، من الاسفل الاعلى، سمحوا لي من الاسفل الاعلى، يعني كنديروا بهذه الطريقه هكا بحال هكا هنا، وكنجيو من هنا وكنجيو من هنا مع رفع الرجلين. حتى النساء اللي ما بغاش تهزر، ما بغاش تعمل هذا المساج هذا، لا داعي لانكم شكون اللي خصها تعملوا، استعملوا اللي عندها الوالده طايحه. اما باش ان شاء الله نحمي نفسي من هذا الالم هذا، لان كتالم من منسالي الشغال ديالي، نهز الرجيلات ديالي ونعملهم تحت المخده هكا. من الافضل تناموا بدون مخده، من الافضل. انا ما عنديش المخده نهائيا، راحة للعنق حتى لا ما كنتيش ما مولفش عليها. ناخذ مخده اللي تكون يعني هابطه لاواط، تكون ميديكال، ونحطها على العنق ديالي، ما نحطهاش على الراس. المخده كتحط على الرقبه على بركه الله. هادو راه بلا ما ندهنهم انتوما، يا شكلها جميل. هذه كتعمل جميع الجسم كامل، البشره، العنق. ان شاء الله نشارك معكم كل مره. واش غتوفروا عليها؟ راه الثمن ديالها رمزي، ابتداء من 80 درهم حتى ل 100 درهم على حساب. انا خديتها ب 80 درهم حيت تقديت بزاف الالات. ها انتوما ساهله، نسخنوا المساج كريشه بحال هكا. عاد ان شاء الله ملي غنبداو، ان شاء الله غنطلعو بحال الدروج بحالك. انا راكم ما يمكنش نعري الجسم كامل، غنبداو نطلعو بحال هكا من الدروج بحال هكا. روعه روعه، وهي هكا كتبعك، راه بلا كهرباء، بلا بطاريه، بلا حتى شي حاجه، هي هكاك روعه. والنساء اللي عندهم تنمل اليدين، تنمل الذراعين، المهم بداو دابا ان شاء الله على بركه الله. غنمشيو يمين من الاسفل الاعلى، او يمين شمال، ها راه فيها راحه. هذه كتصلح، نهضروا بعدا دابا على الرحيم، كتصلح حتى التخسيس. دابا ان شاء الله غنقاد الكاميرا ونقاد ونرجع لكم. كيف ما قلنا على بركه الله، زيت الزيتون روعه روعه. زيت الزيتون هو اللي كنفضلو اكلا ودهنا. كنسالي كندهن به الايدات حتى الاظافر ديالي حتى المضمضه، كندهنوا به الاذن. اللي عنده الاذن كاين التهاب في الاذن، قطرات في الانف، ويتفكرني غيحس بواحد الالام في الانف،
لان كيكون واحد الالتهاب في الجيوب الانفيه وفي الاذن، ولكن من وراها غتحسوا بالراحه وغترحموا عليا وغتقول الله يرحم الوالدين بتنعيمه، عطيتينا فعلا اللي كاين. فعلا انا مجرباه، الا ضربني البرد الودنيه او لكن دوش داز ليا البرد في ساعه، ما تحتاجش شي الادويه يعني نيشان، على بركه الله. كما قلنا دهن زيت الزيتون، المهم نتوما راكم عارفين المساج راه خصو يكون من هنا بحالك بحالك. ها نتوما انا ما عنديش كي ندير حتى نعري، راكم عارفين احتراما وصافي، راكم عارفين التقدير. ها نتوما بحال هكا، انا حركه دائريه، باغي ندير بحال هكا، ندير بحال هكا، ندير بحال هكا، انت هي كدور هكا من الاسفل، ونبقى نجي تاني من الاسفل ونطلع بحالك. رائعه رائعه هاد العمليه ان شاء الله. ها نتوما هذه بدون بطاريه ولا بدون شيء، الثمن ديالها رمزي، وما كتصلحش غير لهنا، كتصلح لجميع الجسم، العنق اللي عنده ماس عنده الكلاكاج في العنق. ها نتوما كنبقاو غاديين بحال هكا، ومن بعد كنديرو تاني بحال هكا تحت الرحم بدهن زيت الزيتون هنا، وكنهبطو يعني راكم عارفين مكان النبوله المتانه عزكم الله، كتصلح حتى الكتاف. ها نتوما دائما حركه دائريه بحال انني صايقه شي سياره. ها نتوما المهم راه الكريشه غتكون عريانه، وغندهنوها كامل بزيت الزيتون، نفرشوا غير شي ليزار باش من باش الدنيا ما تعمرش زيت الزيتون، وصافي. ها نتوما كنبقى بحال هكا، ومن بعد تنمشي بحال هكا وتنرجع بحال هكا، عرفتوا كتلصق مع. وبالمناسبه التخسيس للسيدات بدون اكل، بدون ريجيم، بدون ما ينقصوا الاكل، تنقص الخبز فقط وتكثر من شرب الماء. وهذه وقت اللي سالات، وقت اللي سالات، انت كتشقي، انت واقفه، وانت كتهضري، وانت كتصبني اللي عجبك، وقت اللي بغيتي. المهم فين ما تفكرتي الحركه، كنتي تعجني وتفكرتي راسك نغسل يدياتي ونعمل ان شاء الله بحول الله واحد المده وجيزه، وغتلقاي الكريشه دخلات مع داك. انتما راه كتلصق فن مساج، حتى لهادو ممكن نتوما نعمل بهم مساج الحنيكات، ارتفاع نرفعوا به شد البشره او يعني حتى التجاعيد، ومفيده من هادشي كله. الرقبه جربتها البارح، ها نتوما كنبقاو غاديين بحال هكا، طريقه سهله وبسيطه. شتو انا راه خصني نحيد هادشي كله ونوريكم الطريقه، ولكن ها نتوما راكم فاهمين. ها نتوما نبداو بحال هكا، نسخنوا الدوره الدمويه، ومنين نسالو صافي، منين تنشط الدوره الدمويه نعاود تاني من الاسفل، من الاسفل الاعلى، من الاسفل الاعلى. 5 دقائق 5 دقائق نجي هنا، 5 دقائق 5 دقائق نجي هنا، هذا حنا كنسموهم الكرون هنا، وهنا فم الوالده هنا 5 دقائق بحال هكا، ونجي لهنايا 5 دقائق. بغيتي ديري تكتر تكتر، منين سالي الشغال ديالي من الافضل تاخذوا حزام او رباط او باندا صيدليه، ونحزموا بها الكريشه النساء اللي كتخاف انها يعني من سقوط الرحم. حنتي لا تهليتوا في صحيحتكم ان شاء الله بسلام، ملي تبغي تمشي الدوره الشهريه كتكونوا مستعدين ليها، يعني الصحه ديالكم راه شاده باذن الله. وفايت عملتوا هذا المساج غينفعكم، ملي ان شاء الله غتوقف الدوره الدمويه ما غيجيكم، عفوا الدوره الشهريه ما غيجيكمش الاعراض ديال القلق، التوتر، الفايضة، قلة النوم، قلة الشهية، حتى داك الوسواس القهري. وعلى فكرة إن شاء الله بما أنني كنشارك معكم هاد الآلات اللي أنا شريت، غنجيب نشارك معكم مشروب سحري. المهم ماشي غير ماشي غير مشروب، حتى واحد الخلطة مغربية إن شاء الله غتنفعكم بإذن الواحد الأحد. كنتمنى إن شاء الله الفيديو يكون واضح وباين، وتكون هاد لابارة اللي شاركتها معكم سهلة، راها كاينه في الاسواق وكاينه، يعني راه غير حتى لا تقدروا تشريوها من الفيسبوك، تشريوها من مواقع التواصل الاجتماعي، راه الثمن ديالها رمزي. هانتوما الشكل ديالها زويون، تقدروا تحطوها حتى ديكور في في مكان تبعدوا على الاطفال، مساج، تدليك، اللي بغيتوا، حتى الرجلين ان شاء الله. وباقا نشاركها معكم، كنتمنى لكم التوفيق، الى اللقاء.
نتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله بحول الله، وضروري من تاخذوا هاد لاباري، هذه راه سهله الاستعمال وسهله حتى لو بغيتي تهزوها معكم في اي بلاصه. الله يحضر السلامه، كلاكاج في العنق، كلاكاج في القدمين، الام في البطن، بوزلوم، بومزوي، كتنفع. وراه باقا ان شاء الله غنشارك معكم بزاف الالات اللي خديت اللي كينفعوا. دائما كتعرفوني انا ملي كنكون مسافره ما كنتقداش التفاهات، دائما كنتقدى المفيد. ان شاء الله القناة ديالي كنتمنى تعجبكم، واللي مازال ما اشترك يشترك ان شاء الله، وتعملوا لي لايك جزاكم الله الف خير. علاش؟ باش الفيديو ان شاء الله يوصل لحبابنا هكا اللي مازال ما شافونا. بزاف الناس يطلع لي من الفيديو معطل. المهم كنتمنى ان شاء الله ربي يوفقكم وتهلاو في صحيحتكم. زيت الزيتون مفيد، وهاد لابارايات اللي خديت غادي ينفعوكم كل نهار ان شاء الله. غنفاجئكم، غنشارك معكم.